السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم مداوم حبيب. لي معلومات لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو راه دارت التحديث الجديد انت سويت كوين، ضعف النقاط على محفظة سويت واليت. ما هي الطريقة وكيفاش ندير؟ طريقة سهلة جدا. أولا نروحوا الى تطبيق سويت كوين او تطبيق المشي خاوتي، نكليكو على الطريقه. راهم داو التحديث الجديد خاوتي، ما تضيعوش الفرصه خاوتي، ما تضيعوش الفرصه. من بعد نهبطوا لتحت خاوتي، راهم داو هنا التحديث الجديد. قبل ما يديروا التحديث ما كانتش كاينه هذه خاوتي، كانت 3 اعلانات فقط. هنا واش يقول لك خاوتي؟ يقول لك قم بتدوير واربح، هنا اكمال جميع مكافآت يومية حصول على فرصة مضاعفات ارباحك متبقى 3 محاولات تدوير. هنا يا خاوتي نضغطوا على هذه، ما نطيقوش خاوتي، شوفوا معي ها ما نطيقوش. علاه؟ قال لك لازم لك تفرج اعلانات هذو 3 باش يعطوك تدوير. خاوتي دوك نتفرجوا اعلانات بهذه الطريقة خاوتي. خاوتي اللي مش مهبط التطبيق تاع المشي هبطوا من دوك، يهبطوا خاوتي ودير يربطوا مع سويت واليت. كل ما تمشي يزيدوك النقاط خاوتي، وما تضيعوش هذه الفرصة خاوتي. راه غادي وتزيد تطلع العملة تاع السويت، غادي وتطلع. ما تضيعوش هذه الفرصة خاوتي، ما تضيعوش هذه الفرصة، ما تضيعوهاش. كاين الناس دايرينها يضحك خاوتي. خاوتي نتوما النقاط تاعكم ما تبيعهم، ما خلوهم في المحفظة، كاش انها تطلع هذه العملة تجيب الضعف نتاعها. فهمتوا خاوتي؟ كيما بيتكوين خاوتي، بيتكوين كان يدير في 2009 كان يدير 0.01 دولار، معناه نجي نحول بالدراهم الجزائرية خاوتي تجينا ب10,000. كانت دير واحد بيتكوين خاوتي كان يدير ب10,000، وكانت الناس كان دايرين هاي الضحك. فهمتوا خاوتي؟ كان يديروا الضحك خاوتي. قعد 5 سنين خاوتي هذا بيتكوين، قعد 5 سنين في 2013 كان يدير واحد بيتكوين خاوتي، واحد بيتكوين كان يدير تقريبا مليار و500 مليون. الحق حتى لزوز مراي خاوتي، نتوما ما ضيعوش فرصة. هو ما ياكل ما يشرب خاوتي، التطبيق تاع المشي تاع سويت كوين ما ياكل ما يشرب. هبطوا من الرابط تاعي ولا من البلاي ستور كما حبيت، وستالي في التليفون تاعك وتربطوا مع المحفظة. لازمك تربطوا مع المحفظة، الا ما ربطتوش مع المحفظة ما يحولكش النقاط. انت ديرو اربطوا مع المحفظة وخلي وراك تمشي وراه يحول النقاط. تا ما ديروش في راسك وخلاص، تا ما ديروش في راسك، خليه راه ينمدك النقاط. فهمتوا خاوتي؟ المهم دوك نكملوا اعلانات باش نوري لكم كيفاش زيادة النقاط. خليني نكمل هذا الاعلان خاوتي، نستنى حتى انتهاء الاعلانات باش نفهمكم مليح باش كيفاش تجيبوا اضعاف النقاط. ثم مهم هبطوا التطبيق تاع المشي وربطوا مع المحفظة، يبدا يحسب لكم النقاط. فهمتوا خاوتي؟ وانتوما النقاط اللي لمتوهم في المحفظة ما تبيعهمش، خليهم كاش نهار باش يطلع في اي لحظة يطلع العملة تاع السويت، تاع السويت كون بلاك كاش نهار يطلع العملة تاعها. فهمتوا خاوتي؟ ومن بعد واش نديرو هنا خاوتي؟ ها كملنا دوكا 3 اعلانات خاوتي. هنا يقول لك قم بتدوير واربح، هاي نكليكو على هذه خاوتي. شوفوا معايا قبيل اللي قبيل كليكنا عليها ما حبش تفتح لنا العجالة. دوكا شوفوا معايا نضغطوا هنا يا خاوتي في الوسط هذه، نضغطوا عليها بهذه الطريقة. شوفوا معايا خاوتي، ها دوكا ثاني يجينا اعلان فرجوا له خاوتي باش يعطونا النقاط، باش الفيديو يكون واضح خاوتي. كاين ناس مازال ما تعرفش كيفاش مضاعفة النقاط. هذو الاعلانات تاع الباينس خاوتي. كذلك هبطوا من منصة باينس راها مليحة خاوتي تنفعكم، وكذلك هبطوا لمنصة تاع بايبت.
وكنزيدو تاني نتفرجو اعلان خد اخر عاد 3 محاولة هاهم زادوني نقاط خاوتي. دوكا خاوتي نروحو للمحفظة نتاع السويت واليت. ها هي خاوتي دوكا كثر اعلان ودت العجلة دوت العجلة النقاط حتى من بعد تمشي 5000 خطوة باش يضيف لك النقاط في المحفظة. فهمتوا خاوتي دوكا شحال يمشي؟ دوكا راني ماشي 1324 خطوة. لازم نمشي 5000 خطوة باش يحولوني النقاط اللي انت اعلانات. فهمتوا خاوتي لازم تمشي 5000 خطوة او 6000 او 7000 باش من بعد يحولوا لك النقاط من السويت كوين الى سويت واليت. فهمتوا خاوتي دوكا نكليكو هنا خاوتي مازال ما حولوليش خاوتي. من بعد نمشي 5000 خطوة باش يحولوا لي النقاط. فهمتوا خاوتي هذه كان المشي نتاعي كنت نمشي به شوش عطاوني من ال شوفوا خاوتي شو حولوا لي شفتوا حولوا لي النقاط. شوفوا معي خاوتي هذه الطريقة باش تزيد اضعاف نتاع نتاع السويت واليت. وهنا يا خاوتي يعني يعطولك شحال راهي يدير. قال لك هنا السويت عملة السويت يساوي 0.009 دولار 0.009 دولار. شفتوا معايا خاوتي ها هي خاوتي دوك نروحوا لمنصة بايبت. شفتوا معايا خاوتي روحوا منصة بايبت باش نفهموا مليح. مثال روحوا التداول ونختاروا عملة السويت خاوتي عملة السويت راه عندي خاوتي كونيكسيون راها شوية ضعيفة. دوكا عاد نخرجو وندخلو باش تجينا السعر نتاع سويت كوين. خاوتي راها كونيكسيون راها ضعيفة راها راهج خلاص راكم عارفين بزاف كيف دايرة الكونيكسيون. خاص نخبركم شحال السعر راه يدير في السوق تاع تداول خاوتي ما حبتش شوف معايا كاع ندخل ما كانش هادي كونيكسيون راها عيانة خاوتي. خاوتي دوكا نشوفو السعر هاي خاوتي دركا راه دوكا 0.10 دولار هاي يا خاوتي شتو معايا هاي دوكا خاوتي نروحو للمحفظة ونشوفو تلقى حاجة قليلة ناقصة. دوكا نشوفو المحفظة شوفو معايا ها هنايا 0.009 دولار نروحو لمنصة بايبت هاي هنايا عندنا 0.10 دولار. سبي مثال عندنا حنايا 100 نقطة نتاع سويت كوين او سويت واليت جينا 1 دولار. مثال عندك تا 1000 جينا 10 دولار. يقول لي يا حبيبي شحال 10 دولار بدراهمنا بدينا الجزائر حوالي 210000 215000 220 230 يحسب السوق تاع الدولار. فهمتوا خاوتي هذه الطريقة زيادة النقاط تاع سويت كوين او سويت واليت. فهمتوا خاوتي وما تضيعوش الفرصة خاوتي وما تضيعش اعلانات تفرج اعلانات وتدور العجالة الاخرى يعطوك اضعاف النقاط ومن بعد تمشي 5000 خطوة او 6000 خطوة يضيفوا لك النقاط الى المحفظة نتاعك. شوفوا معايا هنا واش يقول لك شوفوا معايا هنايا نروحوا ل دقيقة خاوتي نروحوا هنايا الى سويت كوين نشوفو اسكو يحلونا النقاط ولا لا. دوكا نروحو لهنايا شوفو معايا هنايا هنا واش يقول لك هنا شوف قال لك تم
قال لك إضافة إلى محفظة، تمتم إضافة إلى المحفظة، معناها من بعد تمشي 5000 خطوة أو 6000 أو 7000 خطوة، من بعد يحولوك النقاط، هذو النقاط اللي فرجتهم إعلانات، من بعد يحولهم لك المحفظة. فهمت خالك؟ لازم تمشي، لازم تمشي، إلا ما مشيتش خاوتي راه ما يعطولكش، ما يحولولكش النقاط. فهمتوا خاوتي؟ دوك نفرجوا هنايا، دوك انا خلاص قال لك انا ما تقدرش تفرج، خلاص هاي خاوتي. هنا واش يقول لك خاوتي ثاني؟ قال لك هنايا انت تمشي مقابل عملة مشفرة. هاي هنا واش يقول لك؟ شوفوا معي، سيتم التحويل اول 5000 خطوة تقوم بها كل يوم إلى عملة السويت. التحويل بقى إلى عملة السويت، معناها جزء من هذه يا خاوتي النقاط، جزء من هذه يتحولوا النقاط، ما يتحولوش كاملين خاوتي، ما يتحولوش كاملين هذو النقاط، يتحولوا منهم أجزاء فقط، أجزاء يتحولوا، كل يوم يتحولوا أجزاء، وهذوما خاوتي النقاط يقعدوا كيما راهم، ما ينقصوا ما يزيدوا، هذوما قصدي معناها ما ينقصوش يزيدوا، ما ينقصوش ويدوهم من أجزاء. فهمتوا خاوتي؟ المهم خاوتي اللي عنده مشكلة ولا ما يعرفش كيفاش يثبت تطبيق، أو ما يعرفش يحول النقاط إلى الدولار، ومن الدولار إلى دينار جزائري، تواصل معايا خاوتي عن طريق الواتساب، ولا عن طريق الهاتف، ولا عن طريق على حسابي الفيسبوك، ولا على انستغرام. فهمتوا خاوتي؟ المهم اللي ما فهمش ولا ما يعرفش يتواصل معايا في أي وقت. مرحبا بكم في أي وقت. صحة رمضانكم، وصحة سحوركم، وصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.